نحث الأمة الإسلامية على الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله حتى تخرج من كبوتها. الأمة في عنة وضيق وشدة، وهذا ما شجع الجماعات اليهودية المتطرفة للتجرؤ على الأقصى المبارك. نحن نعتبر أن سكوت الأمة الآن هو الذي يجعل الأقصى في خطر، لذا المسؤولية شاملة وكاملة على جميع المسلمين، حكومات وشعوب ورؤساء. نعتبر أن الأقصى من جزء من عقيدتنا، هو نعم جزء من عقيدتنا، وشأنه شأن المسجد الحرام مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. الأقصى هو بوابة الأرض إلى السماء وبوابة السماء إلى الأرض، فعلى المسلمين أن يدركوا أهمية الأقصى ومنزلة الأقصى عند الله سبحانه وتعالى. نحن مرتبطون بالأقصى الذي هو مرتبط بقرار الله من 7 سماوات، لا تنازل عن الأقصى، لا تفاوض حول الأقصى. الأقصى أسرى من أن يخضع لأي قانون بشري. التي يقوم بها الجماعات اليهودية فإنها تتم بحراسة مشددة من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. هذا يعني أن الموقف الرسمي الحكومي الإسرائيلي هو داعم لموضوع الاقتحامات وموضوع للهيمنة على الأقصى. إن زيادة الاقتحامات في هذه الأيام يقصد منها الهيمنة والسيطرة وفرض السيادة على الأقصى. الاقتحامات تعني أن المسلمين مضيق عليهم. لماذا؟ لأن شرطة الاحتلال تضع قيودا على الأبواب الخارجية للأقصى بهدف تفريغه من المسلمين ولتيسير أمر المقتحمين اليهود. قاله ابن جفير مؤخرا بناء كنيس استند على القانون كما يزعم، كأنه قد تخلى عن ادعاءاته الدينية. والأقصى أسرى من القانون، إن تصريحه مردود عليه، وأن المسلمين مرابطون ويشدون الرحال لنداء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد.